طقوس منحرفة وممارسات اخترقت قوانين الطبيعة. بطل حلقتنا النهاردة وسيط بين البشر وعالم الأرواح، بيرافق الموتى للعالم الآخر وتأثيره ممتد في ممرات الحياة الثلاثة، الولادة والزواج والموت. خد نفس عميق وتهيأ، فأنت على موعد مع رحلة داخل عالم الصحراء. الشامان الأكبر، هنعرف في حلقة اليوم من برنامج محمود مع حكاية إزاي الأرواح بتختار الشامان وإيه علاقته بالطب القديم والعلاج الروحاني وإزاي بيحصل على النشيد السحري. الشامانية هي مجموعة اعتقادات وممارسات منتشرة في أنحاء مختلفة من العالم منذ أزمنة ما قبل التاريخ، بتستند على فرضية أن العالم المرئي بتسيطر عليه قوة غير مرئية، وحسب اعتقادهم أن الشامان بيدخل في غيبوبة عن طريق طقوس معينة أوضحها في سياق الحلقة، بتنتقل الروح لعوالم بتسكنها الآلهة والشياطين وأرواح الجدود، ويدور بينهم نقاشات وجدالات، بعدين بيرجع من الغيبوبة دي محمل بقدرات خارقة وقوة سحرية بيستخدمها في علاج أبناء قبيلته، وقد يعود كائن شيطاني مخيف وقتها بيسحق ضحاياه بتسليط سهامه السحرية عليهم بواسطة طلسم. وفي كتاب السحر الأسود للكاتب عمرو ياسين ذكر الشامانية هي ظاهرة دينية ظهرت في سيبيريا وأسيا الوسطى، ليها طقوس متطرفة بيقوم بيها الشامان بتمكنه من تعلم السحر زي السيطرة على النار والطيران السحري. الطقوس بتبدأ على أنغام قرع طبول صاخبة، وهم مجتمعين حوالين النار بينشدوا أغاني غامضة وبتتملكهم ارتعاشات واهتزازات نتيجة حرق أعشاب بتحتوي على مواد مخدرة أو كيميائية بتسبب الهلوسة. لبسهم من جلود وقرون الحيوانات الضخمة والأحذية مصنوعة من حوافر الغزلان ومخالب الطيور. ألفريد مترو هو عالم إنسربيولوجي صاحب كتاب الشامانية عند هنود الشاكو الأكبر، وضح أن مفهوم المرض حسب تصور الشامان هو هروب روح المريض من جسده أو اختلاسها من قبل شيطان مغتصب، وهنا الشامان الطبيب بينفصل عن جسده ويخترق العالم السفلي بحثا عن روح المريض، وبيحاول اكتشاف المكان اللي أخفاها فيه الشيطان المغتصب فبيخلصها من سجنها ويرجعها لغشائها الجسدي من تاني. وحسب معتقدات المغول ان الشامان الاول نشأ نتيجة تزاوج امرأة بشرية من نسر برأسين يحمل اسم الكائن الاعلى آجي الذي يتربع فوق قمة شجرة العالم. الشامان غالبا بتختاره الارواح وهو في مرحلة المراهقة، فحسب اعتقادهم ان روح الشامان الميت بتسكن في جسد الشامان الجديد، ولو الارواح اختارته ورفض بيخضع ساعتها لموجات من التعذيب الشديد لغاية ما يرضخ لرغبة الارواح في النهاية، فالأرواح عندهم لا تخالف ولا تناقش. وعشان يتواصل الشامان مع الموتى أو الأرواح السفلية بيكون عن طريقين، إما عن طريق استدعائها فبتدخل جسده ويصاب أعراض هستيرية بتنتهي بفقدانه للوعي وساعتها بتوحي ليه بخفايا الأمور اللي ما يعرفهاش. الطريقة التانية بتكون بخروج روح الشامان من جسده، وساعتها بيستقر الجسد في غيبوبة كأنه ميت وتنطلق الروح تتجول في العوالم الخفية. وذكر الباحث السوري فراس السواح في موسوعة تاريخ الأديان إن الشامان بيتلقى تعاليمه عن طريق أساطير بترويها عشيرته وأنسابه بلغة سرية، أو زي ما حكينا من شوية بيكون عن طريق الوجد والأحلام والغيبوبة اللي بيدخلها. وقال إنه أثناء تلقي الوحي بيموت الشامان مدة من 3 لـ7 أسابيع في مكان منعزل، وعشان ياخد العضوية بيمر أثناء الغيبوبة بتجارب قاسية. فحسب معتقد المؤمنين بشامانية إن الشياطين والأرواح السفلية بتفصل راسه وتقطع لحمه وتطهر عظامه، بعدها بيتكون من جديد وبيبدله عينه ولسانه بعين ولسان تانيين. وذكر عمرو ياسين ان مريد الانخراط في الشامانيه من قبائل الطوبه والماتاكو في امريكا الجنوبيه لازم يتسكع عاري داخل ادغال مظلمه ومخيفه وبيتارجح فوق الاشجار وياكل لحوم نيه وكريهه زي الثعابين والضفادع واذان الكلاب، ولازم يمر بتجارب قاسيه زي التعذيب الذاتي الى ان يحصل على النشيد السحري، وده حاجة كده زي تمتمات بكلمات غير واضحة بتختص بها الأرواح. أما الشامان المبتدئ بيحصل على النشيد السحري الخاص بيه بأنه لازم يقتل طير ويحرقه لغاية ما يتحول لفحم، فيبتلع مسحوق الفحم ده ممزوج بدماء، فبيدخل في حالة من اللاوعي لغاية ما تلقى نشيده من الطير وبيردده لأيام كتير عشان ما ينساهوش. الطير ده بالنسبة لهم مش عادي لكنه من الكائنات الفوق طبيعية. وقال ألفريد مترو إن الشامان عشان يقابل أحد الأرواح لازم يتجول في الأدغال، وهنا بيلاقي نفسه فجأة وجها لوجه أمام جن مجهول بيكون في الواقع روح، فبيسلمه عصا وريش ويأمره يمكنك الآن أن تغني، وبمجرد ما يرجع قبيلته بيمارس طقوسه السحرية. وتابع ألفريد كلامه عن قبائل الكاسكيا اللي مهنة الشامان عندهم بتتوارث،
وقال انه لما يصل ابن شمان ما الى سن تقلد المهنة العائلية بيبني ابوه ليه كوخ صغير وبيحط في كل ركن من اركانه اوعية من بخور سحري، وبعد 5 ايام بيجر الشمان المبتدئ ده لداخل الكوخ وسط صياح وصراخ من النساء الموجودين، وبيلاقي وسط الكوخ وعاء به مشروب من خليط كريه فبيشربه، وبيسجنوه بعدها داخل الكوخ ده عدة ايام وبيصوم فيه صيام قاسي، وبتكمن قوة الشمان التزكية الخارقة في لعابه اللي سبق شبعه بالقوى السحرية للمشروب اللي تناوله خلال مرحلة تأهيله. في النهاية عايز اقول ان الشمانية هي اقرب للخرافات اللي محدش يصدقها، ممارسات سحر وشعوذة تورثتها اجيال موهومين عن اسلافهم، وزيها زي اي حاجة غريبة بيكون ليها اتباع ودلوقتي موجودين. وفي 2014 نشر موقع ديلي ميل صور وفيديو لاحتفالاتهم في سيبيريا وهم بيستدعوا ارواح جدودهم السابقين. الاحتفال ده في وقت حسب تصوراتهم بيتزامن مع الدورات الكونية للشمان، وبيعتقدوا انها بتعالج الامراض النفسية وبعض الامراض العقلية والجسدية كنوع من انواع الطب القديم، املا في ان الارواح دي تلاقي علاج لما عجزت عنه قدرات البشر.